رجعنا لكم. وطبعا مش عايز اطول اكتر من كده في فيديو واحد من حلقه اتقال فيها يعني كل الخلل الفكري اللي ممكن يتقال اتقال، ودي مناقشه اقوال وافكار ما فيهاش حاجه بقى مجرمه، بما ان هو نفسه مش عايز يجرم الكلام عن الرموز والحاجات، وانا معاه بالمناسبه، فخليه هو ينقد ويقول اللي هو عايزه ويطالب تمام بريء، واحنا نقول له فين الغلط لعله يعدل فكره زي ما عدل فكره كده في موضوع المسجد الاقصى. يعني هو على فكره كان ممكن ينجو من الماساه دي، هو بقى له سنين بيقول ابن تيميه زي ما قلت لكم كويس، هو بقى له سنين بيقول ابن تيميه كويس تمام ومش عايز يخالف منهجه بقى، فعمال يجي هنا وهنا وعمرو يساله لسه هتشوفه. طيب ما ممكن تعدل فكرك زي ما عدلت فكرك في موضوع المسجد الاقصى مثلا. يعني انت كنت مستضاف مره لما طلع بحكايه المسجد الاقصى دي، ما هو لازم يطلع بحاجه كل شويه، فالمذيع الاستاذ اظن خير رمضان قال له بس انت كنت زمان بتقول ان المسجد الاقصى هو ده وهو ده اللي في القران، فراح رد عليه رد لطيف جدا كان يا ريته عمله في ابن تيميه، قال له الواحد يعني بيعدل فكره يعني يا استاذ خيري، خلاص كنت تقول انا كنت بشوف زمان ابن تيميه كويس وما كنتش ملم بيه كله او افكاره، وانا مش دعوه بشخصه، وبعدين لما شفت والله رايت بعض الشر او بعض الفتاوى اللي مش عارف ايه، لكن مش عايز تعدل رايك زي موضوع المسجد الاقصى. المسجد الاقصى الموضوع الخطير انتوا عارفينه اللي اكتشفه هو، طبعا في ناس كتير قوي كتبت الموضوع ده قبليه بسنين طويله، المهم يعني انه اصله طلع مسجد جنب المدينه، طبعا ده مش موضوع يعني، ب 26 كيلو وهو ده المسجد الاقصى في الطائف كده مش هناك في القدس، ودي شيء لطيف ولا ده شيء لطيف قوي؟ يعني لما ربنا يودي الرسول مسجد بعد 20 كيلو من المدينه يقوم منزل ايه يقول سبحان، يعني ال 20 كيلو محتاجين سبحان، سبحان الذي اسرى، يا خبر مش محتاجه سبحان خالص، لو هي 20 كيلو ده ما كانش جاب سيرتها، فسبحان في 20 كيلو يا استاذ يوسف، مع ان ده مش موضوعنا يعني، بس عايزك يمكن تعدل فكرك المره الثالثه يعني في الريفورم يعني. المهم نيجي بقى الفيديو الجديد، الفيديو بعد 10 دقايق من الحلقه لسه ما جاوبش على السؤال، قال لك الصدر الاول ذو الخويصره، اي كل ده كلام ملوش، هو ساله في حد في الفقه يعتمد عليه عمده، عمرو استاذ عمرو يكاد يكون بيستنطقه يعني. نشوف فيديو جديد اللي بعديها ب 10 دقايق. موسيقى الناي طلعت من مولوية، لا انت يعني انا عشان النهارده التواصين فقريت الاشعار بتاعت الحلاج وعباراته الشهيره، شيء راقي يعني، بقى لا تقول لي شكسبير ولا مش عارف مين ولا 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 اي شاعر من الشعراء الاساتذه، هذا إيه؟ العمق الشديد وهذه الرقه المفرطه، لا وتصلح إيه؟ كلها للغزل وللحب وهو محبوس وهيتقتل ويتصلب، ده فننه في صلبه، لان الحيوان الوزير ابن حامد ده ما هو ده عشي. بصوا بقى في حاجتين لطاف قوي 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 في الفيديو ده، برضو يظهر لكم ان هو الفيديو عادي مفيش حاجه، لا تعالوا بقى نقول كلام مهم من نكد الزمان يعني من مفارقات الكون، ان هو بيقول في الحلقه قال وهيقول تاني هجيب له حته جزء من الفيديو ده، بتهمية كان بيحب التصوف، ده هيطلعه بيحب احمد الرفاعي والجيلاني ورابعه العدويه وكان جميل قوي ماشي، هما في الحلقه اللي عمرو بيتكلم عنه ده كتاب المفترض انهم كانوا يناقشوه، كتاب لمين يا فندم؟ للحلاج الحسين، اسمعوا معايا المفارقه دي، الحسين بن منصور الحلاج المقتول شهيدا ان شاء الله، الرجل الصوفي الذي قتل في بغداد ماشي، وبيناقشوا كتاب اسمه التواصين ماشي، وبيدافع ابن تيميه اللي بيقول انه بيحب التصوف، طب تعالى اقول لكم ابن تيميه بيقول في الحلاج ده اللي هم بيناقشوا كتابه، بصوا المنهج المعوج اللي داخل في بعضه، المفروض ان هو طالع يناقش الحلاج ويبين جماله وهو جميل فعلا، وابن تيميه اصله جميل برضه وبيحب الصوفيه، طب الف الحلاج اللي اتقتل قبله ب 400 500 سنه، بص 408 على 2 مجموع الفتاوى كالعاده، سئل شيخ الاسلام ما تقول ائمه الاسلام في الحلاج؟ قبليهم على فكره مات قبليهم، ها وفي من قال انا اعتقد ما يعتقدوه الحلاج، سهل الكلام اهو، اللي هم بيناقشوا كتابه سبحان الله، ماذا يجب عليه ويقول انه قتل ظلما؟
كما قتل بعض الأنبياء. ويقول الحلاج من أولياء الله، سؤال في كل اللي ممكن عن الحلاج، أم هو اللي بقى؟ الحمد لله، من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين. اللي قاعد شفتوا المفارقة، عمرو بيشكر في الحلاج ومفروض ان هم هيناقشوا كتابه، وهو طول الحلقة بيقولوا ابن تيمية جميل، ده بيحب الصوفية. لسه هجيب لكم موضوع انه بيحب رابعة او بيشكر في رابعة والرفاعي، وهنناقش الكلام ده خلاص. فابن تيمية الجميل ده مكفر الراجل اللي هم قاعدين ناقشوا كتابه بعد ما مات ب 500 سنة، بيقول لهم مقتول هدر ده كافر مرتد، واللي بيقول مقالاته زي مرتد، ومن يعتقد اعتقاده زي مرتد، فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد. نظرية في الصوفية كده مش وقت نشرحها، ومش كفر، ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد. هو حد زندقوا وألحادوا، كقوله أنا الله، عمر ما الحلاج قال كده، وقوله إله في السماء وإله في الأرض، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله. وبعدين بدأ يرص بقى كلام، هو أنت عارفة فتاوى طويلة كده خلاص، وراح جايب سيرة النصارى والمسيحيين، وما بيسيبش حد في الفتوى دي. وبعدين راح مكمل في 481، وهؤلاء من جنس أتباع الدجال كما تقول الغالية في عليه، وتقول الحلاجية في الحلاج والحاكمية ومش عارف إيه، وبدأ يبهدل الدنيا. والحلاج كانت له الكذاب الدجال، فمن ادعى الإلهية بدون خوارق كان هذا دون الدجال، وأنه كانت له مخاريق. وبالجملة عشان يخلص بقى، فلا خلاف بين الأمة، ده بقى ده كلام ابن تيمية، أنه من قال بحلول الله في ذاته، يعني طبعا خلي بالكم الحلاج ما قالش كده أبدا أبدا أبدا، ماشي، ده قيل عليه. الحلاج كان من أنظف الناس وأرقى الشخصيات التي كان يفترض أن يقدم بها الإسلام. من قال أن الله يحل في البشر والتحاد به وأن البشر يكونوا فهو كافر مباح الدم. الحلاج تاني سئل ابن تيمية، ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم في الحلاج حسين، هل كان حسين بن منصور، هل كان صديقا أو زنديقا، وهل كان وليا متقيا لله، أم كان له حال رحماني، أم كان له حال السحر والخزعبلات؟ فأجاب تاني، الحلاق قتل على الزندقة التي ثبتت عليه بإقراره وبغير إقراره، والأمر الذي ثبت عليه عليه بما يوجب القتل باتفاق المسلمين، بيستحل دمه. ها؟ أقول لكم مفارقة تانية في الفيديو ده برضه. وبعدين ومن قال أنه قتل، بيتكلم عن اللي زي دلوقتي بيقول كده مثلا، ومن قال أنه قتل بغير حق فهو إما منافق ملحد وإما جاهل ضال، ده على طول كده فندم. ده كله حتى اللي بيقول الرأي ده يا منافق ملحد يا جاهل ضال. والذي قتل به ما استفاض عنه من انواع ما استفاض عنه الذكر، يعني اللي اتقال عنه من انواع الكفر، وبعضه يوجب قتله او قتله فضلا عن جميعه، ولم يكن من اولياء المتقين، بل كان له عبادات ورياضات شيطانيه وبعضها نفساني وبعضها غير موافق للشريعه، ومن وجه ومن دون وجه، فلبس الحق بالباطل، وكان ذهب الى الهند مش عارف ايه 35 69 على 35. طيب أقول لكم حاجة بقى لطيفة، ده غير إن المفارقة إن هو بيناقشوا الحلاج وبيدافع وهو بيناقش الحلاج، يعني بثمية اللي مكفر الحلاج وهو ميت. إديني عقلك، حاجة مفتخرة. اللطيف بقى الظريف إن هو في آخر الفيديو ده كلامه هو، لأحسن تقولوا إسلام هو اللي بيشتم، قال على الوزير ابن حامد، ما فيش على فكرة وزير اسمه ابن حامد، بس أنا بتغاضى عن الحاجات دي اللي كلنا بنقع فيها. الوزير اسمه حامد ابن العباس، ده معروفة لأن قصة مهمة هو اللي جابه على المقصلة. فبيقول على الوزير، نفترض أنه هو قال حامد بن العباس الحيوان. طيب يعني أنت كارهه عشان إيه يا فندم؟ عشان ساهم في قتل الحلاج. جميل، إثبات هنا. واللي ابن تيمية لما بقى بعد 400 سنة قالوا ده الحلاج، الناس بتقول أنه ولي من أولياء الله، ده كافر ملحد يستحق القتل باتفاق المسلمين. اديني عقلك تاني. يبقى ازاي حامد ابن العباس اللي انت سميته ابن حامد حيوان، ده بكلامه هو، والناس التانية ايه بقى؟ سهلة، الراجل اتسأل على اللي عمله ابن حامد اللي انت بتشتمه ده، يعني انت بتشتم ابن حامد اهو عشان ساهم في قتل مين؟ الحلاج، والحلاج بريء، وصح الحلاج بريء. طب حبيبك اللي انت بتدافع عنه وبتقوله بيحب التصوف، شيء مضحك، هو موافق على اللي عمله حامد ابن العباس وبيؤيده وبيدلل عليه في فتوتين قريتهم لكم، وانه ملحد وكافر وزنديق
ويستحق القتل باتفاق المسلمين. يعني حامد بن العباس بكلام ابن تيمية مش حيوان ولا حاجة، ده راجل طبق الشرع. فانت بتشتم واحد وتدافع عن التاني، الاتنين قتلوا الحلاج او ساهموا في قتله او وافقوا على قتله، واحد في عصره وواحد بعده. فين المنهج يا استاذ يوسف؟ ما هو في حاجة اسمها منهج، لو انت يعني عارف المنهج، ان انا احط فكرة ولو بطلة بس امشي على خط واحد. لكن ابن حامد ابن العباس على قولك حيوان، ومعرفش ده بيتقال ازاي في برامج، انما ماشي. وبعدين اللي وافق كلام حامد بن العباس حبيب قلبك وبتدافع عنه ومطلعه جميل وبيحب التصوف، سبحانه سبحانه. يعني بربنا بس هو اللي بيشوف تناقضات الناس دي ويستحملها، حتى احنا كلنا. يعني مش كده يا استاذ يوسف؟ حاول يعني يتركز، يتراجع، يتوافق بين الافكار، يتتراجع عن رايك زي موضوع المسجد الاقصى، او تطوره، او ما تتكلمش في الموضوع وتخليك في الجانب الشعران الشعر ده اللي هو قال لك نزل تحت وطلع فوق الحاجات دي، او تعمل اي حاجه يعني. بس مش كده في كل ده في حلقه واحده هنا، والعكس ونرجع والعكس، والسؤال يتسال وما نجاوبش عليه ونلزقه في صدر الاسلام فيطلع صدر الاسلام بريء فنرجعه. المهم ابن تيميه لا، واللي وافقوا افعاله واعماله وموافق هو على القتل تشتمهم. سبحان الله. على العموم، لان ده تدمير، مش ده الاستاذ يوسف، لا، الافكار دي تدمير للثقافه المصريه وصورتها قدام الناس وفي الخارج وفي الداخل، واعاده انتاج افكار شيطانيه تفيد الجماعات المتطرفه. فانا عشان كده واقف بتؤده ورويه زي الطيارات التانيه. انا عملت 3 أو 4 أسابيع عن التراثيين والسلفيين، فحقنا مع من هم محسوبون على الثقافه المصريه نقف الوقفه دي. فلسه هذه الحلقه تحمل المزيد في طياتها، هنناقشها بكرة مع المنهج اللامنهج اللي بيقدمه الأستاذ يوسف. أشوفكم بكرة.